نتكلم بعد كده عن تحريف القراءات. بتسمع حضرتك يقول لك ان المصحف المرتل بقراءة ورش، بقراءة حفص، بقراءة قالون، بقراءة كذا، بقراءة كذا. ايه بقى القراءات؟ عايزين نحط معنى في البداية ونوضحه عند كتير من الناس من الفرق بين القراءة والقراءات في القرآن الكريم. ايه الفرق؟ القراءة معناها بقول لك قراءة كذا، يعني قراءة كلام، يعني كلام مكتوب فأنا قرأته، قراءة كتاب. إنما القراءة في القرآن الكريم تعني القراءة تلاوة وسماع. يعني ايه؟ ما يقول لك مثلا فلان ختم على ايد الشيخ فلان ختمة بقراءة ورش. يعني ايه؟ يعني جاب كشكول وقعد كتب له مصحف القرآن الكريم برواية ورش؟ لا، اللي هو معناه ايه؟ ان هو قرأ على الشيخ والشيخ سمع منه برواية ورش. فإذا القراءات معناها التلاوة باللسان والاستماع بالأذن. دي النقطة الأولى، نقطة مهمة جدا، لأن كل الرد النهاردة إن شاء الله عز وجل هيكون على النقطة دي. في البداية هيقول لك انتوا كل حاجة بتدوا لها مبررات وكده، اقول لك لا، ده امر واضح عند المسلمين كلهم، بدليل لو فتحت مثلا اي كتاب فقه مثلا وبصيت في الكتاب هتلاقي من المسائل مثلا البسملة في قراءة الفاتحة. طيب، هو انا بصلي امام وانا قرأت الفاتحة يعني بمسك كتاب اقرأه او مصحف اقرأه؟ لا، انما مقصود البسملة في تلاوة الفاتحة. فاتحة معروف، صلاة المغرب، صلاة الظهر قراءة غير جهرية، صلاة المغرب قراءة جهرية. فإذا المقصود بالقراءة التلاوة. طيب، الأمر الثاني، القراءة لازم نقطة تكون واضحة عند حضرتك إن هي كلها من الله عز وجل. فكل القراءات الموجودة الله عز وجل أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يكون إيه الفرق بين القراءات في الغالب؟ الفرق بيكون في اختلاف بعض الألفاظ وفي نطق بعض الكلمات من التشديد والسكون، اختلاف في بعض الكلمات من النقط إلى آخره. ده الخلاف بيكون موجود. طيب، زي مثلا الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم وأنفسكم. فمثلا أنفسكم أي منكم، رسول منكم من المسلمين، من أنفسكم أي من الشيء النفيس، من أفضل ما يكون. وهنا نقف وقفة. ليه؟ أولا الروايتين وحي من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حط بقى قاعدة عامة أن كل روايات القرآن الكريم لا تخل بأي قاعدة من قواعد اللغة العربية. رقم واحد. رقم اثنين، أن كل قراءات القرآن الكريم لا تخل بمعنى من المعاني، من معاني القرآن. يعني هنا مثلا ما تقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي رسول منكم، المعنى صحيح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من أفضل من منكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شيء نفيس. طبعا مظبوط. مثلا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. مالك يوم الدين أي أنه عز وجل اسم فاعل القاضي بين الناس يوم الدين، ومالك يوم الدين أي أنه المسيطر على يوم الدين في هذا اليوم. فأيضا القراءتين مفهومش مشكلة. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة، القراءات تختلف في القرآن الكريم في بعض الألفاظ، مش كل القرآن الكريم. يعني ما عندناش مثلا ست سبع نسخ زي ما موجود عند النصارى الأناجيل المختلفة، إنجيل لوقا ومتى وغيره. لا، القرآن هو واحد، هتلاقي اختلاف في لفظ أو لفظين، أو في هنا في فتحة، هنا في كسرة، فاختلاف في شيء يسير. الأمر الأول. الأمر التاني، زي ما قلنا أن كل القراءات هي وحي من الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن كل القراءات لا تخل بقواعد اللغة العربية. الأمر الرابع، أن كل القراءات ليس فيها إخلال بالمعنى في الكتاب الله عز وجل. الأمر الخامس، وهو من الأمور المعجزة، أن كل قراءات القرآن الكريم مرتبطة ببعضها. يعني إزاي؟ يعني بتيجي تقول مثلا الله عز وجل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، هتلاقي مالك يوم الدين يقضي بين الناس، والملك هو الذي يسيطر والذي ينفذ هذا الحكم. فتلاقي المعاني متسقة مع بعضها، ودي من إعجاز الله عز وجل، إن إزاي بحرف أو حرفين أو ثلاثة يوصل أكثر من معنى، والأكثر من معنى متسقين مع بعض. وده كان لعله من تحدي النبي صلى الله عليه وسلم للعرب. طيب، الأمر الثاني يقول لك، طيب أصل اللغة العربية أو أصل كلام العرب في البداية ما كانش فيه تشكيل، ما كانش فيه نقط. فالمصحف دلوقتي فيه تشكيل وفيه نقط، فيقول لك إيه اللي ضمن لي إن المسلمين ما غيروش؟ إزاي؟ يقول لك مثلا الله عز وجل مثلا يقول في آية مثلا
تستكبرون. يقول لك مثلا ليه ما كانش تستكثرون والمسلمين هو اللي غيروه خلوه تستكبرون مثلا. يقول لك حطوا النقط هنا مكان نقط، ما كانش في نقط. مثلا يعني حاجات كتير، يعني مثلا خلينا في المثال ده. طيب نقول لحضرتك في البداية ارجع لأول جزء احنا قلناه. ايه أول جزء احنا قلناه؟ أول جزء احنا قلناه أن القرآن الكريم هو نقل تلاوة وسماعا. فإذا في بداية نقل القرآن الكريم ما كانتش في مشكلة عند المسلمين في الحروف وفي النقط والتشكيل. ليه؟ الله عز وجل أنزل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا جبريل، عن طريق سيدنا جبريل. سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من سيدنا جبريل، وفي آخر عام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل ورجع القرآن مرتين. تمام؟ يبقى سيدنا جبريل قرأ القرآن أو أوحى القرآن عن طريق الله عز وجل، أوحى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل. سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا كتبة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم القرآن، أسمعهم كتبة الوحي، قعدوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسمعوهم القرآن، الصحابة أسمعوا للتابعين، التابعين لتابعي التابعين. فالقرآن ينقل إلى يومنا هذا تلاوة وسماعا مش كتابة. وزي ما قلت لحضرتك مثال بسيط، اما اقول لحضرتك مثلا انا ختمت على ايد الشيخ فلان، ختمت يعني ايه؟ يعني قعدت كتبت المصحف ولا قرأته والشيخ اجاز لي الحفظ والتلاوه الصحيحه. فاذا اول امر ما عندناش مشكله، لان احنا كل النقل كان بالايه؟ بالسماع والصوت والتلاوه. طيب الامر الثاني ان اصلا فكره النقاط والتشكيل جت لما بدأ الفتوحات الاسلاميه تزيد، وبدأ المسلمين يوصلوا لاماكن فيها كتير من الغرب ليس عندهم لغة عربية. فبدأ المسلمين عايزين يوصلوا المصحف ويوصلوا ازاي يعرفوا يقرؤوه. فبدأ المسلمين يحطوا فكرة النقاط عشان يعرفوا يقرؤوا ويحطوا التشكيل. بيحطوا ده لحد ما علماء المسلمين يروحوا ويعلموه. ليه؟ لأن أنت حتى لو مسكت القرآن تقرأ بالنقط والتشكيل مش هتعرف تقرأه كما نزع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت ما بتعرفش أحكام القراءة. يعني مثلا في الادغام، الاخفاء، الحاجات دي مش هتلاقيها مكتوبه. اللي هتلاقيه مكتوب الكلمه، مش هتلاقي يعرف يعني ايه اخفاء، يعني ايه اقلاب، الكلام ده مش هتعرفه. فاذا ده بيدي غير المسلمين الى ان ياتي المسلمون ويعلموهم كيفيه القراءه الصحيحه. فاذا الاصل من فكره النقط والتشكيل كانت لغير المسلم في البلاد الغير عربيه. فاذا ما حصلش اي تغيير عند المسلمين اصلا في مصاحفهم، مصاحفهم ثابته زي ما هي، لان هم بيتناقلوها سماعا وتلاوه. طيب المسلمين احتفظوا بعد كده. واحد برضو يعني قرأت احد الملاحدة يعني بيقول طب ليه المسلمين بيحتفظوا بالقرآن الكريم عندهم؟ فبنقول بنحتفظ بيه كمرجع عشان الناس تحفظ منه بس. يعني انا مثلا اما الشيخ يقول لي احفظ النهارده مثلا الربع الفلاني، بمسك المصحف احفظ منه، وبعد كده بروح على الشيخ اصحح تلاوتي معاه. يعني ايه؟ يعني مجرد حفظت الكلام اللي مكتوب، لكن ازاي اقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يعلمه لي. انما لو انا مسكت المصحف لوحدي مش هعرف اقرأه كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو مش اكتر من مرجع المسلمين بيعودوا له في ان هم يحفظوا القرآن، ان هم يتدارسوه بينهم وبين بعضهم.